اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذا الجمهور الكبير العظيم اللي هو طول عمره تاريخه او جمهوره ده حماه على مدار تاريخه الحقيقه بعد مباراه الاهلي ووفاق سطيف وهذا الفوز الكبير وقبل الفوز اللي بالأربعة الأداء الرائع جدا الحقيقة والأداء الهجومي الإيجابي جدا اللي كان ممكن المباراة تخلص لأي رقم تقولوه تخلص 8 تخلص 10 تخلص أكتر بس كمان وفاق صيف ساعتها يسجل جونين يعني تخلص 10 جنين تكلم مستر بيتسو موسيماني وشفتوا رأيه أن الرجل تأكيد وتركيزه على أنه المسألة مش في الأرقام الشخصية ولا الحسابات الخاصة المسألة في أداء الفريق ونجاحه